بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. قال ابن أبي العز رحمه الله: وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. هذه فائدة. أي شيء الناس بحاجة إليه يكون كثيرا، سواء في آيات الله المرئية أو في آيات الله المسموعة. الآن مثلا الأدلة التي تدل على إثبات توحيد الألوهية كثيرة جدا، لأن الناس بحاجة إليه. الأدلة التي تدل على إثبات توحيد الأسماء والصفات أكثر، أن الناس بحاجة إلى أن يتعرفوا إلى ربهم، وهكذا في آيات الله الكونية الناس بحاجة إلى الماء وحاجتهم ملحة فكان الماء كثيرا، الناس بحاجة إلى التراب فكان التراب كثيرا، لكن بالنسبة إلى قلة حاجتهم إلى الذهب والفضة كان الذهب والفضة نادرا. قال: والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. الأمثال هذا تعريفها، المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. فضرب الأمثال يعني نستفيد منه، ليس المراد أننا نعرف هذا المثل. الله جل وعلا قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا لم يفهم المثال يقول: أنا لست من العالمين، يبكي على نفسه. ذكر هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير. قال رحمه الله: وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. قال الله: قد جاءكم برهان من ربكم. فالقرآن هو أعظم برهان، ونلمس يعني أن هذا الكلام فيه شيء من علم الكلام، وعلم الكلام هو علم يتمكن منه أو يقتدر به المتكلم على إثبات العقائد بدون أدلة الكتاب والسنة، ويعني ربما
شكك فيها ليثبتها، شكك فيها ليثبتها. وما أسهل الكتاب والسنة، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم هناك خالقا خلق بعض العالم، كما يقوله الثانوية في الظلمة، يعني الظلمة الثانوية تقول للخلق ربان، الظلمة والنور، فالذي خلق يعني النور هو الذي خلق الخير، والظلمة خلقت الشر، وهؤلاء كذبة. وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، القدرية يقولون كل عبد يخلق فعل نفسه دون تدخل إرادة الله، القدرية يقولون كل عبد يخلق فعل نفسه دون تدخل إرادة الله، وهذا شرك أو نوع من الشرك في توحيد الربوبية، لأنهم جعلوا العبد مستقلا بفعله، والله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال رحمه الله وكما يقوله الفلاسفة الدهرية، وأيضا يقال الدهرية بالفتح وبالضم، وهؤلاء الدهرية الذين ينفون الربوبية وقالوا وما يهلكنا إلا الدهر. قال في حركة الأفلاك أو حركة النفوس أو الأجسام الطبيعية، ولكل يعني ولكل قوم وارث. فالذين ورثوا الدهرية في هذا الزمن من هم؟ الشيوعية، الذين يقولون لا إله والحياة مادة، فهؤلاء خلفوا أولئك، هؤلاء خلفوا أولئك. قال فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. نعم، يعني الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث خالد بن زيد الجهني أنه قال صلى لنا، أي صلى بنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انتهى من الصلاة قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن. الحديث فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. بمعنى أنهم ينسبون المطر إلى النوء، ينسبون المطر إلى النوء، فهذا ما كان يفعله هؤلاء. قال فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهذا مستحيل أن يوجد شريك له سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ليس له شريك، وحده لا شريك له، فلو كان معه شريك وإله
لذهب كل إله بما خلق استقل، ولعل بعضهم على بعض، غلب بعضهم بعضا، فالغالب هو الإله والمغلوب غير إله، فهذا مستحيل. قال: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دون فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه، وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب له سواه، كما دل دليل التمانع كما في هذه الآية. قال رحمه الله تعالى: على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. انظروا إلى هذا الاستنباط القوي، الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله، نقله من الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم. قال رحمه الله: فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه. قال: فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني أي السماء والأرض وكل شيء سيفسد. قال: وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره. نعم، يعني مر يعني معنا بمعنى امتناع صدور العالم عن اثنين، هذا هو المراد من التمانع. قال رحمه الله: وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره، ولم يقل أرباب، وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا.
وأيضا فإنه قل فسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. قال: والجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل. قال الحافظ رحمه الله: وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح مفسرا، وكان الجارح عارفا بأسباب الجرح. قال: لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. نعم، الأصل إذا ثبتت العدالة فلا يخرج العدل من عدالته إلا بشيء بين. قال: وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. لو صدر الجرح من غير عارف بأسباب الجرح هل يعتبر به؟ لا، لا يعتبر به. قال: وإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا. الجرح يقبل مجملا إذا لم يكن المجروح معدلا، أما إذا كان قد عدل فلا يقبل إلا إذا كان الجرح مفسرا. غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، وما لابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. طيب، إلى هنا بارك الله فيك.